أعلنت محافظة العاصمة عن إطلاق النسخة الأولى من مشروع جواز محافظة العاصمة للعمل التطوعي خلال مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى البحرين، إضافة إلى 6 وكالات ومنظمات دولية منضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، مما يعطي الجواز الصفة الدولية من ناحية الاعتراف به، إلى جانب مساندة شركاء استراتيجيين هم صندوق العمل تمكين والبنك الأهلي المتحد، حيث تتناغم هذه المبادرة مع الأهداف 17 المتفق عليها في الأمم المتحدة وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي تم اعتمادها من قبل 193 دولة في قمة تاريخية للأمم المتحدة في عام 2015. ويهدف المشروع إلى تقنين العمل التطوعي وإعطائه صفة الاعتمادية الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى البحرين ضمن وثيقة مبتكرة تعمل على توحيد مساقات العمل التطوعي في المملكة، وذلك تماشيا مع تطلعات المحافظة الرامية لرفع مدارك الأفراد وإدماجهم في تنمية المجتمع لتأثير ذلك المباشر والإيجابي في مسيرة المسؤولية المجتمعية التي تنشدها المحافظة، بالإضافة إلى أن المشروع يمثل البوابة التي يمكن من خلالها للمجتمع السعي إلى تحسين حياة أفراده والآخرين من خلال التطوع في فعاليات وأنشطة مختلفة على مدار العام، مما يساهم في تعزيز الشراكات المجتمعية في محافظة العاصمة وتحقيق أهداف متعددة وراء هذه المبادرة، أهمها إنماء روح التعاون والتكامل مع مختلف القوى، والحرص على تنمية روح العطاء لدى الأفراد وتحقيق التغيير المتجه نحو التنمية. طبعا احنا جواز العمل التطوعي في محافظة العاصمة الهدف منه تقنين العمل التطوعي في المحافظة، طبعا بالتعاون مع اليونايتد نيشن واعتماده من 7 منظمات عالمية، هذا يعطي قوة وقبول، وهو وسيلة لتكريم الأصحاب الأعمال التطوعية من خلال هذه الجوائز واللي احنا اطلقناها 6 فئاتها اللي تخدم المجتمع البحريني من خلال برامج وفعاليات تصب في 17 هدف للتنمية المستدامة لدى الأمم المتحدة. الجواز التطوعي من المبادرات الرائدة في مجال التطوع، وقد عملنا في مكتب الأمم المتحدة في البحرين على تضمين أو محاولة تضمين أهداف التنمية المستدامة في هذه المبادرة، وبالتالي الجواز سيعتمد بشكل كبير جدا على مرجعية أهداف التنمية المستدامة 17 وغاياتها. أيضا هناك 169 غاية تتبع هذه الأهداف، وبالتالي سيكون هناك ربط بين ما يقوم به المتطوعون وهذه الأهداف، بمعنى أن الشاب أو المتطوع أو الجهة التي ستدعم هذا البرنامج تطوعيا ستكون ملزمة بأن تعرف ما هي هذه الأهداف وكيفية تطبيقها على أمر على أرض الواقع، إضافة إلى أن هناك أكثر من 5 مؤسسات ومكاتب وبرامج للأمم المتحدة اشتركت في هذه المبادرة.